توقعات أحوال الطقس ليوم غدنا الأربعاء. من المنتظر أن تنتشر خلال النهار سحب كثيفة نوعا ما، وذلك فوق منطقة طنجة وغرب الواجهة المتوسطية والسهول الأطلسية شمال البيضاء والهضاب والماس، وستصبح أكثر كثافة خلال الليلة القادمة، وستعطي أمطارا أو زخات مطرية ستكون أحيانا رعدية خصوصا غرب الواجهة المتوسطية. كما ستتمركز خلايا غير مستقرة مصحوبة ببعض القطرات المطرية المتفرقة أو الزخات الضعيفة المحلية بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط. أما السماء فستكون قليلة السحب في باقي المناطق، وستهب الرياح شرقية معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وضعيفة بالقطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب ضعيفة متقلبة الاتجاه عموما بباقي المناطق. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 0 و 6 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 7 إلى 13 درجة بالشياضمة وسوس وسايس والشرق والواجهة المتوسطية، وما بين 13 إلى 19 درجة في باقي المناطق. أما درجات الحرارة العليا فستعرف بعد الانخفاض بالشمال الغربي، وسيكون البحر هائجا إلى جد هائج بالمتوسط، وهائج إلى قوي الهيجان بالبغاز، وهائج إلى قوي الهيجان ما بين طنجة والعرائش، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين العرائش والداخلة وهائج بالجنوب. إلى هنا تنتهي أحوال الطقس، إلى اللقاء. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في، ان سامبل كليك في هذا لو بوطون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم. Quand le gars arrive à l'aéroport, l'avion sort du hangar. En fait non, c'était pas un avion, c'était un hélico. Mais t'as 3 mecs qui arrivent en courant et qui tirent dans sa direction. Non non, 4 mecs, ils étaient 4. Du coup, le gars se cache derrière une grande citerne. Et alors que l'hélico se met en position de décollage, notre gars, il tire sur la citerne. Et là, boum, tout explose. Ensuite, il court vers l'hélico et il saute pour s'accrocher. Oui, parce que l'hélico, en fait, il n'avait pas explosé. Et tu sais quoi? Le plus simple, c'est que tu m'accompagnes la prochaine fois. Tu es client Méditel? Pour partager ta passion du cinéma, c'est simple. Obtiens gratuitement ton code sur cinéd.meditel.ma et profite tous les mardis d'une place de cinéma offerte pour une place achetée au Megarama Casablanca, Fès et Marrakech. Le cinéma à deux, c'est mieux.